النقطة اللي عاوزين نتكلم عنها في موضوع التخسيس، ودي ناس كتيرة جدا بتهملها ومبتاخدش بالها منها، اللي هي شرب الماء. في ناس بتسأل سؤال بيقولوا نشرب قبل الأكل ولا في نص الأكل ولا بعد الأكل؟ لسه واحد الآن سألني هذا السؤال، بيقول لي طب احنا في بعض الناس بيقولوا شرب المية أثناء الأكل غلط، طب ليه غلط؟ بعض الناس وحتى بنسمع كتير جدا ما تشربش مية أثناء الأكل. طب ما اشربش ميه ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فثلث لطعامي وثلث لشرابي، يعني الميه قد الاكل مش كده؟ بعض الناس طب يقولوا اشرب عصير مع الاكل ولا ميه؟ العصير ممنوع اثناء الاكل. العصير اثناء الاكل بيزود هضم الطعام بشكل كبير جدا، ويبدا هذا الاكل يتخمر وينفخ البطن، لان الحامض اللي موجود في العصير بيزيد من سرعه هضم البروتين، فيبدأ يحلله تحليل غير دقيق، ويبدأ من هنا يحصل النقرس ويحصل يزيد الضغط، ونلاقي بعض مشاكل في الركب والمفاصل نتيجة تناول العصائر. ممنوع تماما للناس اللي بتبحث عن الصحة والرشاقة والقوة انهم ياخدوا عصير او مياه غازية اثناء الاكل. معظم الناس ابتدوا يعتبروه ده نوع من انواع الديكور، او نوع من انواع الكومبليمو، او نوع من انواع الأكلات العصرية، نحط العصير مع الأكل، وده بالنسبة لنا هيعمل انتفاخ في البطن، انتفاخ شديد جدا. لأن احنا تخيل لما نجيب صحن رز ولحمة وخبز ونحط عليه شوية عصير أو مياه غازية، بعد ونغطيه شوية في درجة حرارة 37، هلاقيه اتنفخ وبقت ريحته وحشة وبقى قد كده. ده نوع من أنواع التخمر بيحصل لك. لكن المية ما بتعملش الحكاية دي، المية بتضعف امتصاص الأكل، فناكل كتير وما نهضمش كتير وما نخزنش كتير جوه خلايانا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحق سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي.